حضرتك بتقول ان النهارده تحرك اضافي جديد هدفه ان احنا نخلص اجراءات التصالح للناس. بالتاكيد يا فندم، تسريع عمليه التصالح، التيسير على المواطنين هو الهدف الاساسي لاجتماع اليوم، لانه الغرض الاساسي هو تسريع عمليه التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي لا يجب بطبيعه الحال انه يكون هناك اي اعباء ملقاه على المواطنين من حيث تقديم المستندات او بعض الاجراءات البيروقراطيه المطلوبه للانتهاء من التصالح. استاذ مشار محمد الحمصاني، هكون صريح كالعاده مع حضرتك، في بعض الناس اللي مسؤولين عن تطبيق الاجراءات والتصالح يعني ما عندهمش، مش عايز اقول ما عندهمش فكره، ولكن ما عندهمش ال نقول ايه الـ يعني القدره على سرعه التنفيذ. يعني ربما ما خدوش التدريب الكافي ازاي ينفذوا هذا القانون ويتعاملوا ازاي مع الناس تقريبا، الله اعلم. لا لا يعني انا بطمن حضرتك انه وزاره التنميه المحليه خلال الفتره الماضيه قامت بالفعل بتدريب القائمين على تطبيق القانون التصالح في مخالفات البناء، وتم تجهيز لجان على مستوى المحافظات ومقرات للجان. يعني انا بطمن حضرتك انه تم التدريب، ولكن خلينا نقول حضرتك انه القيود كما ظهر خلال الفتره الماضيه او بعض الاعباء كما ظهر خلال الفتره الماضيه ممكن تكون مرتبطه بانه هناك عدد من الاجراءات او المستندات والوثائق المطلوب تقديمها، واللي بتتطلب طبعا الرجوع لجهات مختلفه في الدوله، وبالتالي حسب ولايه الارض، وبالتالي يعني هذا الامر هو ربما ما يعني اطال الامد عمليه التصالح الى حد ما، ولذلك اجتماع اليوم كان بيهدف لمعالجه هذا الامر واختصار الوقت واختصار المستندات المطلوب تقديمها بناء على المقترحات المقدمه. طب احنا يا فندم مش طلعنا لائحه تنفيذيه الاول، قانون ثم لائحه تنفيذيه، وبالتالي اللائحه التنفيذيه بتفسر كل حاجه متعلقه بهذا الامر. انا بقول لحضرتك اللي انا عارفه، وان احنا نزلنا الوحدات نفسها وصورنا مع الناس لان الناس بتشتكي. صحيح يا فندم، اللائحه بتفسر القانون واللائحه فيها العديد من المزايا، ولكن ايضا يعني خلينا نقول انه التجربه العمليه على الارض ربما تبين ان هناك مجال لمزيد من التطبيق. مجال التطبيق يعني بيوضح انه هناك مجال لمزيد من التيسيرات، والحكومه هدفها هو التيسير على المواطن اولا واخيرا، وبالتالي لا يوجد اي يعني عيب في اعاده النظر في اي اجراءات تم وضعها من اجل المزيد من التيسير على المواطنين، بالعكس يعني الهدف الاساسي هو مصلحه المواطن. فيعني اللائحة تم اعتمادها بالفعل، ولا نعم. يوجد أي غضاضة من إعادة النظر سواء في اللائحة أو سواء في الإجراءات الموضوعة طالما أنه مصلحة المواطن تقتضي ذلك. طيب، لأنه الشكوى منه في بعض الأماكن بيبعتوا بقالهم 3 شهور ما ردوش عليهم لحد النهاردة، لحد اليومين اللي فاتوا، لأن أنا بتكلم حضرتك من خلال شكاوى بتجيلنا من خلال الناس، إن إحنا عايزين نخلص وعايزين ندفع وعايزين نتصالح، ورحنا ودينا ورقنا واللي طلبوه كله ولحد دلوقتي ما ردوش علينا. هو ده في بعض الحاجات بقول لحضرتك مشاكل الناس. واحنا يا فندم انا باكد لحضرتك احنا مدركين لكافه التحديات او خلينا نقول تحديات او بعض القيود اللي ظهرت، وكما ذكرت لحضرتك نعم. اغلبها بيكون مرتبط بطلب موافقه بعض جهات الولايه او استيفاء بعض المستندات، ولكن انا بطمن حضرتك انه ان شاء الله خلال الفتره القليله المقبله سيتم التعامل مع كافه تلك التحديات. دوله رئيس الوزراء النهارده كمان كان هناك احد الاجتماعات الخاصه باشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، وبتحدث عن الاستثمار وايضا حلحله بعض الامور الخاصه باشقائنا في المملكه العربيه السعوديه. ماذا عن هذا الاجتماع ايضا؟